أول خبر معانا النهاردة طبعا هيكون عن احتفالية توقيع الرعاية ما بين النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة ومارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وعدد من لاعبين ولاعبي الفرق الرياضية ومسؤولي البنك. والتعاقد مع بنك أبو ظبي هيكون لمدة 4 سنوات. والخطوة الناجحة دي أميرة بتيجي ضمن الأولويات الاستراتيجية الجديدة للنادي في تسويق حقوق الرعاية وتحقيق أكبر عائد مالي بالشراكة مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفة. وكمان بيسعى النادي الأهلي من خلال التعاقد ده لتعظيم موارده المالية لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية وكمان البنية التحتية.